والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. في البداية أنا ريم رمزي ميخائيل سابقا، وحاليا ريم محمد عبد الله. أنا من محافظة كفر الشيخ، مواليد 1/4/1988. أنا كنت مسلمة بقالي 6 سنين، 3 سنين قعدتهم في بيت أهلي في السر طبعا، ما كانش حد يعرف، و3 سنين اللي عشت فيهم مسلمة قدام الناس وبطاقتي المسلمة وبأوراقي المسلمة. أنا في البداية طبعا كنت من قدام الكنيسة، كنت بحب جدا أخدم في الكنيسة، وكنت مواظبة على إني أروح على طول. أنا كنت معلمة دين في كنيسة ماري جرجس ومحافظة كفر الشيخ. انا بدأ عندي موضوع ان انا يعني اتشد للاسلام، هو كان من صغري، بس انا يعني عادي، كان مجرد فضول، عشان طبعا حاجة احنا مسيحيين ودي حاجة غريبة علينا، فكان مجرد فضول بالنسبة لي مش اكتر. لكن طبعا الموضوع بدأ معايا قوي من ساعة ما كنت في اولى جامعة، بدأ حاجات كتير جدا احب اسأل فيها ما كنتش بلاقي ردود عليها خالص. بدأت حاجات كتير جدا في الكنيسة تضايقني، قلت يمكن انا يعني اللي يمكن عشان بعيد عن الكنيسه، فبدات بقى الفتره دي اقرب جدا من الكنيسه، ومن اني انا يعني اعمل حاجه للكنيسه يتقربني منها وتخليني موجوده فيها على طول. فبدات ان انا ابقى خادمه الدين في الكنيسه، وكان ليا برضو انشطه في الكنيسه وكده، يعني على قد ما اقدر كنت بحاول ابقى موجوده هناك. في الفتره دي انا كان ليا اصحاب كتير مسلمين في الجامعه، كانوا دايما يقعدوا يقولوا لي يعني يسالوني في الدين المسيحي، بس ما كنتش ببقى مكسوفه اتكلم فيه اصلا. وبعد كده بدأوا بقى ان هم يعني يقولوا لي يا ريم احنا حاسينك ان انت خسارة في المسيحيين دول، تفكيرك كويس مش متعصب وطيبة، وبتعملي معانا حاجات كويسة، وبتتعاملي مع المسلمين، ويعني معارفك بالمسيحيين قليلين جدا. بدأوا يكلموني في الدين الإسلامي. طبعا انا بدأت ان انا يعني اتضايق منهم، واكتر واحدة طبعا كانت بتكلمني هي انتي المسلمة او صديقة عمري، يعني بدأت ان انا ازعل منها جدا، وبدأت ان انا يعني اقول لها علاقتي بيكي في كوم، وانك تتكلمي في الحاجه دي كوم تاني، ما تتكلميش معايا فيها تاني. بس كنت بيني وبين نفسي برضو يعني عماله اقول يعني ايه، طب انا هخسر ايه، طب ما انا يعني اسمع منهم ومش لازم انفذ، انا هسمع وخلاص. بدات ان انا اسال القسيس في الكنيسه عن حاجات تخص الدين الاسلامي، ما كانش بيرضى يرد عليا. بدات ان انا في حاجات اصلا في الدين المسيحي كمان اسال فيها، ما كانش برضو حد بيرضى يرد عليا، كانوا يقعدوا يقولوا لنا احنا كده وجدودك كده ومامتك وباباكي كده. فالمهم ان انا بدات ايه اقرا في الدين الاسلامي، بداوا يدوني حاجات اقراها وحاجات وشرايط اسمعها. اول شريط طبعا سمعته كان عن عذاب القبر، ده سمعته وحسيت ان انا يعني خلاص، يعني ان انا بجد كنت يعني ميته من الخوف من الشريط ده، وقلت يعني انا لازم اشوف اي حاجه اتصرف اعملها اقراها، يعني عايز اعرف الحق فين يعني. المهم بدات ان انا اروح الكنيسه، يعني بدات اكلم القسيس ده اللي انا كنت بعترف عنده، ما كانش يعني بيحاول يوضح لي اي حاجه. بدات ان انا ما عدتش اصلا بروح الكنيسه خالص، ولا عدت بعترف، ولا بقيت بتناول، لاني بصراحه ما كنتش مقتنعه لا بالاعتراف ولا بالتناول. فبدأت طبعا لما بدأت أقرأ في الدين الإسلامي وكده، بدأ طبعا الشك يدخل جوايا، وخصوصا إن كان في كتاب يعني في حاجات يعني بتشكك في الدين المسيحي، وكان الإجابات عليها من الإنجيل ومن القرآن. فبدأت من جوايا طبعا أتهز، وبدأ الشك يدخل جوايا. بدأت لما كنت بصلي صلاة المسيحيين اللي كنت متعودة، أنا ما كنتش بفوت أي صلاة من صلاة المسيحيين، أو على الأقل الصلوات الأساسية اللي هي أول ما بصحى من النوم وأول ما بنام، قبل ما بنام كنت بصلي واقعد ادعي واعيط، وان مثلا ان حاجه تيجي ما فيش، ان حاجه تتهز من جوايا يعني تقول لي صح فين، ما فيش، ان مثلا حاجه لو عايزاها في نتيجتي او في حاجه تخص حياتي، حاسه ان محدش سامعني اصلا يعني. ف يعني ما بقتش عارفه اعمل ايه، حياتي بقى بقت متعلقه في النص، ولا عاوزة بروح كنيسه، ولا عاوزة بتناول، ولا عاوزة بصلي صلاه المسيحيين، وفي نفس الوقت انا بين البنين، ولا عارفه انا ده الصح ولا ده الصح. فالمهم بدأت صاحبتي تكلمني تاني عن الدين الإسلامي، وعلمتني الصلاة، وقالت لي اسمعي مني وما تبقيش مسلمة،
بس اسمعي مني وروحي اسمعي منهم وتعالي يا ست اقنعيني بالدين الاسلامي المسيحي وانا هاجي معاكي من بكره. وفعلا ان انا طبعا بدات ان انا اسمع منها وتعلمت الصلاه منها ووجبت على قراءه القران معاها، حسيت فعلا ان الكلام لمس قلبي بجد. علمتني الصلاه، رحت صليت في البيت، كنت حاسه ان انا فعلا واقفه يعني في منتهى الخجل وانا واقفه بصلي. كنت اول مره اصلي كنت حاسه ان انا خجلانه، يعني انا قبل كده كنت بصلي يعني ببقى حاطه حاجه يا دوب تغطي راسي من هنا بس، بقيت شعري ده باين، لو واقفه بلبس البيت برضو عادي ما فيش مشكله. طبعا يوم ما صليت صلاه المسلمين طبعا كان فرق كبير جدا، يعني كنت حاسه ان انا بجد واقفه مكسوفه كاني واقفه قدام ربنا، كنت حاسه ان الطلب بطلبه يعني ان انا حد سامعني بجد. بدات اصلي وبدات احس براحه جوايا كده، يعني مش عارفه كانت جايه لي من ايه، مش عارفه سبحان الله يعني. وبدات ان انا اكلمها بس برضو كنت من جوايا برضو مش عايزه اقول لها ان انا مرتاحه للاسلام، لحد ما جابت لي مناظرات للشيخ احمد ديدات ومعاه قسيس يعني بس مش مصري. بدات اسمع المناظرات دي، المناظرات دي بقى بجد لما سمعتها قلت لها لا انا خلاص انا عايزه ابقى مسلمه، وانا نويت يعني ان انا ابقى مسلمه بس مش همشي من البيت الا بعد ما ابقى في رابعه كليه واخد البكالوريوس بتاعي. انا اولا كنت بدرس في كليه تربيه قسم بيولوجي، ففعلا فضلت سنه اولى او الترم الثاني كمان من سنه اولى وسنه تانية وسنه ثالثه مسلمه في بيت اهلي ما يعرفوش عني اي حاجه، بس طبعا كانوا شاكين. لبسي طبعا اتغير، شكلي اتغير، ما عدتش بروح الكنيسه خالص خالص. بابا كان مره يعني كان بابا في مشوار وانا والدتي يعني حركتها قليله جدا وبسيطه في البيت، فقلت اصلي. فبابا جه صدفه وانا ما حسيتش بصراحه ان هو جه، ففتح عليا الباب ولقاني بصلي. قال لي انت هتودينا في داهيه، انت بتعملي ايه، انت بتصلي صلاتهم ليه؟ ما ردتش معلي بصراحه، ما لقيتش رد ارده يعني. المهم ان الموضوع وصل للكنيسه وبدا ان هو يقعدني مع القسيس اللي انا كنت بعترف عنده ده، وقال لي لازم يا ريم ترجعي تيجي الكنيسه تاني، ده شيطان دخل البيت عندكم وشيطان دخل فيكي ولازم ترجعي للكنيسه تاني زي ما كنتي. كنت رجعت الفتره دي برضه وحاولت ان انا واظب تاني على الكنيسه بس ما قدرتش، ما قدرتش اتحمل ان ادخل اصلا المكان ده تاني، ولا قدرت اقتنع باي حاجه من اللي كانت موجوده. بس وبعدين فعلا نويت يعني ان انا امشي من البيت بعد سنه ثالثه كليه، ما استنيتش ان اكمل لحد الاخر لانهم كانوا لاحظوا عليا اسلامي، وكنت بصوم 3 سنين دول صمت فيهم رمضان في بيت اهلي، وطبعا كنت ما يعني كنت لما كنت بفطر وقت المغرب كانوا بيلاحظوا في البيت، فكنت بضطر اجي من الجامعه بتاعتي انام او ان انا اعمل اي حاجه بحيث ان انا افطر بعد العشاء عشان خاطر ما يلاحظوش خالص ان انا بفطر على المغرب. وكان والدي يوم الجمعة طبعا أجازة من الجامعة، فكنت ببقى قاعدة قدامه وأنا صايمة، كان بيلاحظ. جاب لي مرة أكل وقال لي لازم تاكلي دلوقتي حالا أهو، قلت له أنا والله مش جعانة، قال لي لا هتاكلي أنت صايمة صيامهم وهتاكلي ولازم تفطري دلوقتي. المهم أنا رفضت، فطبعا يعني استخدم العنف معايا طبعا يعني، وكان بدأ يضربني وبدأ بقى الموضوع يتعرف في البيت وللأسيس بتاع أب اعترافي ده، فأنا اخترت إن أنا أمشي أفضل بكتير يعني من إني أقعد كده ومش عارفة مصيري إيه. وفعلا اول ما خلصت امتحانات سنه ثالثه كليه خرجت من البيت واشرت اسلامي، وكنت يعني في البدايه طبعا كنت خايفه جدا. اصحابي المسلمين منهم 2 يعني تعرضوا طبعا لامن الدوله، راحوا اكتر من مره في امن الدوله واجوبه كتير واسئله كتير، وقالوا ان هم خاطفيني وجابريني ان ابقى مسلمه وان انا مش مقتنعه. لكن طبعا انا مقتنعه جدا ان انا يعني اعوض ال 20 سنه اللي عشتهم من عمري في المسيحيه وابقى مسلمه. بس طبعا لما خرجت من البيت طبعا ناس كتير مسلمين كنت واخده ارقامهم ان انا ابقى معاهم ويوفروا لي امان في اكتر من حاجه في حياتي، ناس كتير اتهربت مني، قابلت مشاكل كتير خالص من اولهم موظفين طبعا وقت ما نيجي نغير ورقنا ما يعني كانوا بيحطوا لنا الورق ويقولوا لنا مش عاملين حاجه، وكان بيبقى فيهم مسلمين على فكره برضو، كانوا مسيحيين وكانوا مسلمين. بس طبعا يعني ما حدش بيأس من رحمة ربنا، وان شاء الله يعني الحمد لله الورق بتاعي خلص والحمد لله. لفيت طبعا على بيوت كتير جدا، رحت يعني في حدود 11 بيت مسلمين، من البيت ده للبيت ده للبيت ده، ده يستحملني شوية ده يمشيني، وبيبقى في الاول الناس مرحبة، ده احنا ناخد ثواب عليكي، ده انت مسلمة، ده انت زي بنتنا، ده انت وفي الاخر
بلاقي بقى نظام استغلال، بقى استغلال ان دي واحده ملهاش اهل، ملهاش مكان غير هنا، فبيبداوا يستغلوا الانسانه دي. بدات اتنقل كده كتير لحد ما جيت قعدت عند اسره حصل مشاكل بيني وبينهم، فاضطرت الظروف ان هم يطردوني بره البيت. طبعا انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، يعني انا كنت في الوقت ده كنت بدات اكلم اهلي في التليفون، يعني كان بصراحه ما كنتش قادره اكتر من كده ان ابعد عنهم. كان عدى تقريبا سنتين او سنه وشويه بدات اكلمهم في التليفون، وعرفت ان هم يعني موجودين في نفس المحافظه اللي انا كنت موجوده فيها بالصدفه. قلت لهم ان انا هاجي ازورهم وكده، بدات اعمل زيارات بسيطه يعني بيني وبينهم. وبعد كده لما جم الناس اللي كنت عايشه عندهم دول طردوني، اتصلت بامي، اتصلت بيها وقلت لها يا ماما انا في الشارع مش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. قالت لي خلاص يا ريم تجيبي حاجتك وتيجي دلوقتي. قلت لها انا ما اقدرش اجي، انا ممكن اجي، ممكن تخلوني ارجع مسيحيه تاني. قالت لي لا تعالي واحنا هنرضى بيكي مسلمه زي ما انتي، ومفيش اي حد هيجبرك على اي حاجه، بس ما تعيشيش في الشارع. المهم فعلا خدت حاجتي ورحت قعدت معاهم. قعدت طبعا كنت محبوسه، ما كنتش طبعا بشوف حتى النور بتاع ربنا، ما كنتش بشوفه لان طبعا كانوا خايفين من الجيران ومن الناس وكده. عدى كام يوم كده كانوا بيعاملوني فيه كويس جدا، اهلي ما صدرش منهم يعني حاجه بصراحه، ولا عنف ولا اي حاجه ضدي. بس بداوا بقى يجيبوا لي ايه حد يقعد معايا الاول، واحد من قرايبنا يعني كان هو دارس في الكليه الاكليريكيه وطالع فيها يعني بدرجه كويسه جدا، فجابوه بدا يتكلم معايا في الدين وبدا يجيب لي حاجه. كان كل كلامه من الدين المسيحي، فقلت له انا اساسا مش مقتنعه بيه ما تكلمنيش بيه. بدأ يجيب لي آيات من القرآن إن سيدنا عيسى أو المسيح عندهم جاي بمعجزة إلهية وحاجات من دي. المهم أنا ما اقتنعتش خالص. المهم دخلت في حالة نفسية صعبة جدا، محبوسة في البيت، ما بشوفش الشارع، ما بشوفش النور، ما بتعاملش مع ناس، مش عارفة مصيري إيه، هفضل قاعدة كده. بدأوا بقى إن هم يفتحوا معايا موضوع الدين، بدأ الإلحاح، بدأ يقعدوني قدام القنوات بتاعتهم المسيحية دي ويفرجوني على هو ابونا مكاري اللي بيخرج الشياطين ده، وبيخرجها طبعا من على ناس مسلمين. بداوا بقى يفرجوني على الحاجات دي، بس انا ما اقتنعتش بيها خالص. المهم جه بعد كده اقترحوا يعني عليا ان انا اروح اقعد في دار، اقعد معاهم في محافظه المنصوره. قالوا لي هتقعدي هناك وكده. وفي الوقت ده طبعا كان في قسيس هم يعرفوه في المنصوره، هو يقرب لاهلي او يعرفهم كويس جدا، حكوا لي على الموضوع وقالوا لي يقعد معاكي ما دام انت واثقه من نفسك مش واثقه من دينك اقعدي معاه ما تخافيش. قلت لهم خلاص هقعد معاه، وفعلا قعدت معاه. قال لي هقعدك في بيت ومع بنات وان شاء الله يعني ربنا ينور قلبك وكده للدين المسيحي. قعدت فعلا في الدار دي. اول ما قعدت في الدار دي ما كنتش طبعا مرتاحه لان الدار دي كانت مسيحيين، وكنت قاعده على اني مسيحيه، ما كانش اي حد في الدار خالص يعرف ان انا مسلمه. طبعا قلعوني الحجاب، لبسي كله غيروه، ما عدتش بلبس اللبس اللي كنت بلبسه وانا مسلمه، ما عدتش بتحجب، ما عدتش بصلي، كان ممنوع عليا الصلاه، ممنوع عليا الصوم، ممنوع عليا كل حاجه، اي حاجه كنت بعملها يعني من وراهم بصراحه. ان طبعا كانوا هما بيستخدموا معايا اسلوب العاطفه، وان ابوكي هيموت وامك تعبانه ما بتستحملش يشوفوكي بالحجاب، كلام من ده. المهم عشت في الدار دي. طبعا طلبت منهم ان انا اشتغل، رفضوا. وطبعا لما رحت عشت في الدار قدموا بطاقه ليا، بطاقتي المسيحيه اللي كانت موجوده في البيت قبل ما امشي، كانت صوره من البطاقه قدموها للدار دي اثبات شخصيه وعشان يثبتوا ان انا مسيحيه. وقعدوني في الدار على ان انا واحده ليا مشاكل في المحافظه مع اهلي، عشان كده جابوني اقعد في الدار الايتام دي. وعشت فعلا في الدار دي. طلبت منهم ان انا انزل اشتغل بورق المسلم بره الدار، وجوه الدار ماشي عارفين ان انا مسيحيه، رفضوا. قالوا لي هتاخدي بطاقتك المسيحيه واحنا هنجيب لك شغل عند ناس مسيحيين. اشتغلت في البدايه في صيدليه عند واحد مسيحي، وللاسف مشيت منها لان كان فيها بنت مسلمه وكان فيها برضو بنت مسيحيه. وثقت انا في البنت المسلمه وحكيت لها قصتي، وللاسف راحت حكيت القصه لصاحب الصيدلي، صاحب الصيدليه المسيحي، وحكيتها للمسيحيين اللي معايا في المسؤولين في الدار، وكانت هتفضحني يعني. فسبت الصيدليه. المهم قالوا لي كان فيه في البيت ده عياده في الدور الارضي مع دكتور مسيحي، قالوا لي خلاص اشتغلي فيها. المهم اشتغلت مع الدكتور المسيحي ده فعلا برضو على اني مسيحيه، لكن برضو ما استحملتش الشغل معاه لان هو كان انسان مش كويس وكانت اخلاقه مش كويسه، وكان يعني
كان مش محترم. ولما رحت وقلت لهم قالوا لي ازاي ده دكتور ومسيحي وكبير في السن، هيعوز منك ايه وانت فاكره ان احنا زي المسلمين اللي كل همهم الشهوات والدنيا والحاجات الشهوانيه؟ لا ومش لا وانت اكيد غلطانه. المهم ان انا يعني سجلت للدكتور ده حاجات وسبت الرسائل اللي كان بيبعتها لي وحاجات كان بيقولها لي ووريتها لهم، وفعلا اثبت لهم ان الدكتور ده مش كويس وسبت الشغل عنده. المهم طبعا بدا القسيس اللي كان في المنصوره، اللي كان انا طبعا اهلي كانوا عايشين في محافظه كفر الشيخ وانا عايشه في المنصوره، كنت بروح ازورهم اوقات وهما برضو كانوا اوقات جد قليله جدا بيزوروني. لكن طبعا كان القسيس في المنصوره ده كان ليل ونهار يتصل بيا، ياخدني الكنيسه، يوديني رحلات، كان عايزني ان انا ارتبط باي شاب مسيحي، بحيث ان لما ارتبط بشاب مسيحي وعاطفتي تتحرك ناحيته مثلا اقوم انا جايبه سايبه الاسلام واروح ارجع تاني مسيحيه. اسمه لوقا، تبع ماسك هو كنيسه ماري مرقص في طلخه في المنصوره. بدا ان هو يحكي لي يعني يقنعني بالدين، وبدا ان هو يجيب لي ورق عن ان القران ده ما هو الا وحي من الشيطان نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام، وان ده كان مجرد شيطان نزل على الرسول وقعد يعني. المهم الورق ده حاول يشككني فيه، انا قريته واتصلت بشيخ مسلم وجاب لي ردود على بعض الحاجات اللي في الورق ده، وبدات ارد عليه بيها برضه ما كانش راضي يعني بالكلام اللي انا بقوله. قال لي انت اللي عليكي ده شيطان، هو اللي بيتكلم وهو اللي مخليكي مسلمه او واحد انت بتحبيه ماشيه وراه ومسيطره على تفكيرك. قلت له والله العظيم انا مقتنعه بالاسلام ومفيش اي حاجه خارجيه مسيطره عليا ولا شيطان ولا اي حاجه. المهم انا كنت فعلا قبل ما ارجع لاهلي الفتره اللي عشتها معاهم دي انا فعلا كنت تعبت بالسحر من الكنيسه. وواحده كانت مسيحيه واسلمت بقالها 20 سنه، كانت برضو مريضه بالسحر لمده 10 سنين، هي اللي عالجتني منه. وجوزها امام مسجد كان بيقرا لي قران على طول، والحمد لله طلعوا لي الحاجات اللي عليا دي كانت طلعوها بالقران، واكدوا لي ان الحاجات دي جايه من الكنيسه، واكدوا لي ان كل الجان اللي كان جوه جسمي ساكن جوه جسمي وكان بينطق وبيتكلم كان بيقول ان هو جان مسيحي. طبعا اهلي لما رجعت لهم قالوا لي ان الاعمال اللي كانت عندك والسحر ده كله من المسلمين اللي انت كنت قاعده معاهم، طبعا ده ما حصلش وده كذب. المهم القسيس ده قال لي انا هاخدك في يوم اوديكي عند قسيس انا اعرفه، هيصلي لك، ليه قدره على انه يخرج الشياطين ويعرف اذا كان اللي قدامه ده عليه شيطان ولا لا او عليه جان ولا لا. قلت له بس انا متاكده وواثقه ان انا كويسه. اي خلاص ما دام واثقه من نفسك واثقه من دينك تيجي معايا. انا كنت خايفه الصراحه اروح عشان ايه، ما يعني عارفه عنه موضوع السحر والحاجات والاعمال دي، وخفت حاجه يدخلوها جوايا او تسكن جسمي وتتكلم على لساني وتقول ان انا مسيحيه، وانا مش عايزه كده، انا متاكده وواثقه ان انا كويسه. المهم رفضت في الاول ان انا اروح معاه. المهم قال لي معلش طب خلاص معلش بلاش تيجي معايا، انزلي احضري كام قداس، انزلي صلي واصحابك بيصلوا في الدار الايتام دي صلي معاهم. عملت كده، بقيت ببقى واقفه معاهم يعني عادي، ولا انا عايزه اصلي ولا انا اساسا عايزه اسمع، بس قلت برضو يعني يمكن يكونوا هم اللي صح وانا اللي غلطانه. مفيش برضو اي جديد كان بيحصل. كنت بتخانق جدا من الوقوف في الكنيسه، كنت بتضايق جدا، كنت ببقى مكسوفه وانا واقفه، حاسه ان في حد في الكنيسه مسلم شايفني وبيشاور عليا ويقولوا بصوا البت اللي اسلمت شوفوا واقفه بتعمل ايه، كنت حاسه اني واقفه مكسوفه. المهم رفضت ان انا اروح الكنيسه ورفضت كل الحلول اللي هم كانوا بيقدموها. المهم خدني في مره على اني ان هو نازل يشممني الهوا، القسيس ده قال لي هنزل تعالي معايا العربيه انزل يشممني الهوا، انت قاعده محبوسه في الدار وما بتروحيش وما بتجيش. وفعلا نزلت معاه، خدني وداني عند القسيس ده. القسيس ده بدأ الأول معرفش هو القسيس ده كان عارف موضوعي ولا مش عارفه، يعني عارف إن أنا كنت مسيحية وأسلمت ولا أنا رايحة له على إني واحدة تعبانة بالسحر ولا أنا مش عارفة، وكان حكي له إيه. أنا بصراحة مش فاكرة اسمه، بس أنا فاكرة إن هو كان في كنيسة تبع ميت غمر، بس مش متذكرة بصراحة الاسم يعني، أو مش متذكرة أي حاجة لأن أنا كنت ساعتها رايحة معاه مش فاهمة، كنت حاسة إن في حاجة غريبة فكنت مضطربة وبصراحة مش مركزة في أي حاجة. المهم بدأ القسيس يصلي لي، انا واقفه زي ما انا مفيش اي حاجه، عمال يقول لي ها مين بيكلمني، اقول له انا ريم، يقول لي لا مش ريم، انت قول انت مين، قلت له والله انا ريم. ف يعني كان عايز يقنعني باي شكل ان انا مش ريم. المهم بدأ قال لي خلاص خلاص
انتي حاسه لما سألت لك حاسه ان انتي في حاجه مسيطره عليكي؟ قلت له لا خالص. قال لي طب غمضي عينيكي. غمضت عيني، قال لي لو في حاجه على ريم او معاها هتطلع جسمها لقدام، ولو في ما فيش حاجه ريم جسمها يرجع لورا. فالمهم انا كل ده مغمضه عيني، وطبيعي الانسان وهو واقف لو وقف مده طويله طبيعي توازنه، يعني مين هيفضل واقف ساعه او اكتر او اقل، حتى واقف ما بيتحركش، فطبيعي واقفه بحرك ايدي بحرك رجلي، بطني رجلي واقفه وقت بفرد رجلي. قال بس اهي اتحركت اهي، ده هي فعلا عليها جام، وانا اعرف ازاي اخليه ينطق ويطلع. بدا ان هو يضرب، بدا ان هو يرج فيا يضربني مش عارف ايه، مفيش خالص. انا عماله اقول له والله انا ريم، والله العظيم انا ريم، مفيش خالص يعني. المهم قال لي خلاص انا هعرف ازاي اخليهم ينطقوا، دول اللي عليك دول خرس وقاعدين في بطنك، عشان كده مش عايزين لا يطلعوا ولا ينطقوا، انا هعرف ازاي اخليهم ينطقوا. قلت له ماشي اديني معاك اهو. راح جاب لي ميه، في عندهم صلاه اسمها صلاه اللئام او اللي هو صلاه القنديل العام، دي بيبقى فيها ميه بيصلوا عليها. المهم جاب لي ازازه ميه اللي هي الكبيره بتاعت الميه المعدنيه، مليانه ميه اللي هم مصليين عليها، والميه دي والله بقى لها سنه عندهم من صلاه اللئام اللي بتاعت السنه اللي فاتت. قال لي ما تشربي الازازه كلها. قلت له اشرب ازازه كامله؟ ما اقدرش انا مش عطشانه. قال لي اشربها كلها. الميه طبعا كان لونها متعكر جدا وكان فيها شوائب، ميه بقى لها سنه يعني مين اصلا يجي له قلب يشربها؟ قال لي لا اشربيها. المهم بدات اشرب نص الازازه مش قادره، يعني مش قادره اكمل. قال لي ها حاسه بايه؟ حاسه بمغص في بطنك؟ لو حاسه بمغص يبقى هما فعلا في بطنك والميه دي بتحرقهم. قلت له والله انا مش حاسه بمغص ولا اي حاجه، بس حاسه اني مش قادره يعني بطني اتملت ميه عشان خاطري كفايه. قال لي خلاص بلاش ميه، هقول لك على حاجه تانية. قلت له اتفضل. جاب لي زيت من اللي عندهم، هم عندهم زيت بيصلوا عليه وحاجات من دي. قال لي خلاص هجيب لك زيت، وراح جايب قطنه، قطنه كبيره جدا وكوره قطنه كده، وبلها لي زيت وقال لي يلا بلعيها. قلت له الزيت ريحته وحشه جدا. راح جاي قايل لي لا لا ما تقوليش كده ما تقوليش كده، ويزعق لي يشم الزيت يقول لي ياه بسم الصليب الزيت ريحته جميله جدا، ده ريحته عامله زي الايه النردين ولا حاجه زي معطره كده، ويشم القسيس اللي جاي معايا يقول له شم الزيت حلو ازاي، يقول له اه فعلا، ويشم الزيت جميل وياخد من الزيت ويحط على طرف لسانه ويقول لي شايف الزيت طعمه حلو ازاي. انا شم في الزيت والله الزيت ريحته زيت مزنخ جدا ومركون، وانا اساسا قرفانه من شكله. المهم عمل لي قطنه كبيره كده وبلها لي وقال لي يلا بلعيها، وفعلا خدت القطنه وبلعتها. بلعتها والله انا مش عارفه يعني بجد، والله كنت فعلا مش والله نفسي ما كانش جايبين خالص ان اكل حاجه زي كده او ابلعها اصلا يعني، وفعلا بلعتها. وراح جاي جايب لي كيس وقال لي يلا رجعي. قلت له هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ قال لي يلا اطردي الجن من بطنك، اطرديه، انت عايزه ترجعي، انا عارف هو بيتحرق دلوقتي في بطنك، تمام بطنك دلوقتي فيها مغص. قلت له والله انا بطني كانت مغصه مغصه من اللي انت عمال تديهولي ده. فالمهم مفيش والله، ماسكه الكيس وقاعده مفيش اي حاجه، انا طبيعيه ومفيش اي حاجه. المهم اجاب لي قال لي خلاص اجيب لك حاجه تانية. راح جاب لي ماده عندهم اسمها حنوط، الحنوط دي زي حاجه كده زي بتتجاب من عند العطار او مش عارفه بيعملوها ازاي، هي زي لونها بني وزي بودره جامده كده ولونها بني غامق، وبيستخدموها هم عندهم على الاكساد وعلى الحاجات بتاعتهم دي، زي ما بيقولوا بيطيبوها بيها او بيعملوا بيها ريحه كويسه للاكساد دي. بدأوا ان هو برضو جاب لي منديل كبير ورق، وراح جاي حاطط لي فيه شويه من البودره دي، وجاي راح جاي رابط المنديل وقال لي يلا ابلع. قلت له ابلع ايه؟ ده منديل كبير جدا، وكمان دي ده حاجه يعني صعب ان انا ابلعها. قال لي لا ما هو ده بقى اللي هيجيب معاك من الاخر. قلت له خلاص ماشي. البتاع دي كان طعمها مر جدا، يعني دي حاجات اصلا ما حدش بيبلعها، دي حاجه بيحطوها على الاكسات بتاعتهم دي عشان تخلي ريحتها كويسه لفتره طويله، يعني انا ابلعها ازاي اذا كنتوا ما بتستخدموهاش اصلا في كده؟ قال لي لا بس ابلعيها. فعلا خدت المنديل وبلعته، وكملت بقى ازازه الميه اللي كان مبقيها لي دي، وشربت الميه والله ما حسيتش باي حاجه. بدا برضو ان هو يضربني ويقول له اطلع انت جواها، انت
لازم تتكلم، لازم مش عارفه ايه. المهم من هنا لهنا مفيش اي حاجه نطقت على لساني ولا اي حاجه اتكلمت طبعا زي ما كان متخيل له. وخدني القسيس اللي كان جايبني وقال له ليها جلسه تانية معايا، لازم اقعد معاها تاني ولازم اصلي لها تاني. البنت دي وها مش واحد ولا اتنين، ده كتير، ومسيطرين على تفكيرها، والبنت دي هتضيع، لازم تجيبها لي تاني. المهم قلت له، خدت بقى القسيس بقى بعد ما طلعنا، قلت له شفت اتاكدت ان انا مفيش حاجه جوايا. قال لي اصلا القسيس ده قدراته مش قوي، مش عارف يطلع حاجه من عليكي، انا هوديكي بقى الراهب في دير في القاهره. الراهب ده بقى ايه اللي معروف عنه بقى ايه، ان هو مش اي حد ولا يعرف يقف قصاده. المهم قلت له تقصد مين، ابونا مكاري اللي بيجي التلفزيون؟ قال لي لا، ده بتاع التلفزيون ده بنظام صيت وتلفزيون واذاعه ومش عارف ايه، لا لا لا، ده واحد تاني اسمه ايه، ابونا اخنوخ تقريبا. قال لي ده انا هوديكي ليه. المهم بدات خفت بصراحه برضه اروح معاه تاني، لان اللي خوفني اكتر ان هو قال لي ان الاول هوديكي عند اب كاهن في كنيسه، بعد كده رجع غير كلامه قال لي لا انا هوديكي في دير، الدير ده موجود في القاهره. ولما عرفت منه اسم الدير بدات اسال صحابي واسال ناس وكده، اكتشفت بعد كده ان الدير ده موجود على طريق اسكندريه وما هوش موجود في القاهره، فحسيت ان في قلق، حسيت ان هو ممكن يعمل حاجه، فرفضت خالص ان انا اروح معاه الدير ده او ان حد يصلي لي. طبعا كان هو اكتر من مره مقتنع تماما ان انا فعلا عليا حاجه، وكان بيلح عليا كتير جدا في موضوع ان انا اروح لاي قسيس تاني او اي اب كاين تاني يصلي لي، بس انا رفضت وحاولت ان انا اهرب اكتر من مره من دار الايتام اللي في المنصوره ده، بس بصراحه ما عرفتش لاني ما كنتش عارفه اروح فين او هطلع اروح على فين. وكان اهلي برضو يعني ايه، حاولت برضو اتكلم معاهم بالمعروف واقول لهم ان انا عايزه اعيش حياتي مسلمه وطبيعيه. بداوا اهلي طبعا يزعلوا مني وقالوا لي دلوقتي البلد ما فيهاش حكومه والثوره جت، ما عادش في حد بيقول لحد انت بتعمل ايه، سهل جدا ان احنا من غير حتى ما نرفع لك قضيه هنغير لك اسمك وورقك، هنجيب لك واحد يتجوزك كان مسلم وبقى نصراني ولسه برضه ورقه مخلصش، هنجوزكوا جواز مدني، انت ما خلصتيش ورقه وهو ما خلصش ورقه، هنجوزكوا جواز مدني، وبعد كده لما تيجي ترجعي بطاقتك تاني مسيحيه وهو يعمل ورقه المسيحي هنخليكوا تتجوزوا جواز كنسي في الكنيسه. طبعا انا ما اقتنعتش خالص بالكلام اللي هو بيقوله ده، وقلت له انا مش هتجوز، وان كنت هفضل عايشه معاكوا كده هعيش حياتي مسلمه، تسيبوني اعيش حياتي مسلمه مع وسط اهلي ماشي، غير كده انا همشي. قالوا لي لا مش هتمشي، يعني حاولوا يضغطوا عليا اكتر من مره، وانا فعلا جيت في يوم معين قررت فيه ان انا امشي، ومشيت فعلا من الدار دي. بس طبعا خلال الفتره اللي كنت قاعده في الدار، في واحده في الدار جت يعني قالوا لي ان هي كانت مسيحيه واسلمت، وطبعا لظروفها اللي حصلت لها وهي مسلمه ولا بيت ولا مأوى ولا اي حاجه رجعت تاني لاهلها. هي كانت سايبه المسيحيه وهي متزوجه وكان عندها طفل، ورجعت تاني، بداوا طبعا يعني يجيبوها عندنا الدار اللي انا كنت قاعده فيها دي. طبعا كانوا منبهين عليا ان انا لما اقعد في الدار دي ما اتكلمش مع اي مخلوق ولا اقول له حقيقتي ولا اي حاجه، ما كنتش اقدر انطق اتكلم اقول للبنات اللي معايا انا قاعده هنا ليه، بس لما كانوا بيسالوني كنت بقول لهم ان انا ليا مشاكل مع ناس في المحافظه بتاعت اهلي، عشان كده انا سبت المحافظه بتاعتي ومشيت. حتى هما جم بعد كده قالوا لي المشاكل دي مع مين ومش عارف ايه، قلت لهم مشاكل مع ناس حوالينا من الجيران، وعرفت بعد كده ان هما مفكرين ان في واحد مسلم عامل لي مشاكل وخاطفني وعشان كده جابوني الدار دي. قلت خلاص ما دام صحابي عارف اللي في الدار المسيحيين عارفين ان انا كنت مخطوفه من واحد مسلم او كده، قلت خلاص مش مهم عادي يعني يعرفوا اي حاجه بس ايه يعني محدش يأذيني. بس البنت اللي كانت مسيحيه واسلمت اللي كانت قاعده معانا في الدار دي كانوا اكتر من مره بيحاولوا يقنعوها انها ترجع، وجي اب كاهن او قسيس يعني قال لها تقدمي في قدام الكنيسه الفلانيه الساعه 10 بالليل وانا هاخدك وعايشك مع ابنك وعايشك مع مامتك وعايشك يعني حياه كويسه وكده، ما تعيشيش في الدار دي تاني. اللي عرفته من البنت دي بعد كده او مش منها، من الناس يعني كانوا بيكلموها، انها فضلت واقفه قدام باب الكنيسه لحد الساعه 1 بالليل، والقسيس ده ما جالهاش وسابها مرميه في الشارع، واضطرت انها تروح لواحد مسلم كانت تعرفه، شخصيه طبعا مسلمه بالاسم بس
شخصيه مش كويسه، واضطرت انها تروح عشان خاطر انها مش لاقيه اي مكان يروح لها تروح تعيش فيه، والقسيس اللي قال لها في استنيني ما جالهاش. انا بقول الامثله دي عشان بس اوريهم ان هم بيقولوا عايزين يساعدونا ومش يساعدونا، هم بمجرد ما يخلونا مسيحيين تاني ولا هيبصوا في وشنا ولا هيكلمونا ولا هيوفروا لنا حياه كويسه زي ما هم بيقولوا ولا هيعملوا بينا اي حاجه. انا شفت كتير جدا من ناس مسلمين لما مشيت من البيت، وشفت اكتر من ناس المسيحيين. والله اهلي ناس طيبين، وما يعني كان كل اللي همهم ان بنتهم تبقى معاهم وبس، وكانوا طبعا مسلمين فكرهم للناس المسيحيين اللي في الكنيسه. انا عايزه اقول لهم ان انا يعني ما عملتش كده لاني مش ما بقتش مسلمه، مش عشان قله مثلا تربيه منهم ليا، لا والله، ولا مثلا عشان خاطر واحد، ولا عشان خاطر ان انا شخصيتي ضعيفه رميت ودني لواحده صاحبتي او رميت ودني لحد. انا والله مقتنعه بالدين الاسلامي ومقتنعه بكل حاجه انا عملتها، وعايزاهم بس يعرفوا ان انا بحبهم جدا، وان انا والله العظيم يعني ما في حد في الدنيا دي كلها مهما كان حنين عليا هيعوضني حنان امي وحنان ابويا وهيعوضني اخواتي. وانا ما عملتش كده كرهي فيهم، انا بحبهم جدا، بس كله قدام ربنا، مفيش مقارنة ومفيش حاجة تهون قدام ان انا اعوض ال20 سنة اللي عشتهم مسيحية واضمن اخرتي. انا عايزاهم برضو يعرفوا ان كل اللي هما بيعملوه ده مش هيستفادوا منه اي حاجة. في ناس بتتعذب، في ناس محبوسة في الازقة، في ناس محبوسة في الكنائس. القسيس اللي كان معايا في المنصورة ده خدني مرة بيت وداني ليه في اسمه بيت في حتة اسمها منطقة تبع دمياط، بس البيت ده كان اسمه في منطقة اسمها الوصفية. البيت ده الناس بتروحوا على انه مكان بيغيروا فيه جو وبيقضوا فيه كام يوم زي خلوة كده عندهم بيقولوها، بيروحوا يصلوا فيها ويغيروا فيها جو ويقضوا فيها كام يوم ويروحوا. وللأسف في البيت ده مبنى للبنات قاعدين فيه، فيهم بنات كانوا مسيحيين واسلموا جابوهم، فيهم بنات متجوزين من رجال مسلمين لحقوهم وجابوهم، فيهم بنات يعني ايه اللي هم زي ما بيقولوا عندهم كده عاملين مصايب مع المسلمين، بيجيبوهم ويقعدوهم في البيت بتاع الوصفيه ده. حتى القسيس ساعتها خدني معاه البيت ده عشان يوريهولي، كنت اول مره في حياتي اشوف البيت ده. حتى ساعتها القسيس قال لي ايه، تحب تيجي تقضي لك يومين هنا يا ريم؟ قلت له لا انا مش هقعد في البيت ده. قال لي لو عايزه تيجي تقعدي فيه انا ممكن اقعدك فيه عشان تعرفي ان الدار الايتام اللي انت قاعده فيها رحمه، تعالي هنا اقعدي وشوفي البنات وشوفي اللي بيحصل فيهم ايه. القسيس نفسه اللي قال لي بعضمة لسانه كده، قال لي تعالي اقعدي هنا، تعالي اقعدي في البيت ده عشان تشوفي وتعرفي ان المكان اللي انت فيه رحمه، وان احنا كويسين معاكي وبنعاملك بالذوق ومش عايزين نستخدم معاكي اي عنف. قلت له يعني كنت بقول له طبعا يا ابونا زي ما هما بيقولوا له. قلت له يعني هو البيت ده فيه مين؟ قال لي البيت ده فيه بنات كانوا كذا، وفي بنات اللي بنت اللي عامله مصيبه واللي متجوزه مسلم من ورا اهلها واللي مطلقه واللي مش عارف ايه، قاعد يقول يعني البيت ده فيه البنات دي. قال لي ولو عايزه تيجي تقعدي يومين مع نفسك تفكري وتشوفي الحياه اللي انت عايشاها وتعرفي ان احنا معيشينك في نعمه، تعالي اقعدي. قلت له لا مش هقعد في البيت ده، ويلا بينا نمشي دلوقتي انا مش طايقه اقعد فيه. سابني شوية في المكان ده قاعدة، كان هو بيتكلم مع بنتي يعني الظاهر كانت بتعترف أو حاجة، وخدني وروحت. جيت في مرة تانية معاه، كنت معاه في العربية، كنت في مشوار يعني، وحصل إن هو قال لي أنا هاجي أنا أوديك المشوار ده. وداني الكاتدرائية اللي في الموجودة في المنصورة، مش الكاتدرائية اللي هي المكان اللي بيبقى فيه الأسقف بتاع المنصورة، معرفش بيسموه إيه. رحت فعلا قعدت معاه، قال لي تقعدي على ما اخلص شويه شغل ليا وبعد كده هاخدك ونمشي. المهم فضلت قاعده مستنيه اكتر من ساعتين، وبعدين فوجئت ان هو بيقول لي ده الاسقف هيجي يقعد معاكي دلوقتي. قلت له لا انا مش عايزه اقعد معاه، مش عايزه اتكلم معاه. قال لي لا هتقعدي معاه، وراح جاي حاططني قدام الامر الواقع وقعدني معاه، وقال له ده ريم عايزه اتكلم حضرتك. قلت له بس انا مش عايزه اتكلم معاه. قال لي لا هتقعدي بس اتكلمي معاه، ده هو عايزه تحكي لحضرتك حاجات ومش عارف ايه. المهم قال لي نعم يا ريم، عايزه ايه؟ قلت له عايزه اعيش حياتي طبيعيه وعايزاكم تسيبوني في حالي. قال لي لو انت هو كان كل ده الاسقف مفكرني ان انا كنت مسلمه وبقيت مسيحيه، او مفكرني ان انا عايزه ابقى مسلمه وهم يعني بيحاولوا ان هم ايه يلحقوني. المهم قلت له من هنا لهنا، قلت له على فكره انا اسلمت ومقتنعه وعايزه امشي، والقسيس ده حبسني في الدار واهلي جابرني ان اقعد هنا
انا عايزه اعيش حياتي مسلمه، وسيبوني اعيش حياتي مسلمه. راح جاي الاسقف ده قايل لي لا، انت هتفضلي عايشه في الدار دي ومش هت... انت مش هتمشي منها، وعايزه تشتغلي مسيحيه وانت مسيحيه على انك مسيحيه ماشي، مش عايزه هو ده اللي عندنا، تفضلي قاعده في الدار. والاسقف ده قبل ما يعرف ان انا كنت مسيحيه واسلمت، لما كان بيعاملني على اني مسيحيه كان بيقول لي ايه بقى، كان بيقول لي اللي لو عايزه تشتغلي انا مستعده اجيب لك شغل، ومستعده اخليكي تروحي تزوري اهلك وتشوفيهم، ولو عايزه مش عارفه ايه. واول ما عرف ان انا كنت مسيحيه واسلمت قال لي ده المكان اللي موجود عندنا، وده اللي موجود، وعاجبك عاجبك، مش عاجبك هتفضلي قاعده هنا. فسبحان الله، يعني انتوا بتفرضوا علينا دين نعيش عليه ليه؟ طب ما انا ممكن ابقى مسيحيه وتجبروني ابقى مسيحيه، ولا اصلي صلاتكم، ولا اساسا انادي الاله بتاعكم ده، ولا اروح كنيسه ولا اي حاجه، انتوا بتجبرونا ليه؟ انا عايزاهم بس يبقوا مقتنعين ان يبقى في حاجه اسمها حريه عقيده، يبقى في حاجه اسمها دين زي ما بيقولوا هم الله محبه، وبيقولوا على ديننا احنا دين سيف وما فيهوش سماحه في الدين. انا عايزاهم بس يشوفوا هم الاول بيعملوا ايه، يشوفوا اخواتنا اللي حاسينهم في الازيره وفي الكنائس، يشوفوا العذابات اللي بيعذبوها لهم، يشوفوا هم بيعملوا فينا ايه. اكتر من مره على فكره كانوا عايزين يدق صليب في ايدي، لكن انا رفضت من صغري وانا رافضه الموضوع ده. وكان اكتر من مره قرايبي او صحابي يقولوا لي تدقي صليب في ايدك، كنت برفض. انا الحمد لله ما عملتوش. عايزاهم يفوقوا من اللي هم فيه، عايزاهم يعرفوا ان الدين اللي هم فيه ده يعني دين دنيا مش دين اخره. عايزاهم يعني يخلوا اخواتنا المحبوسين دول يشوفوا النور. عندهم اللي بيجيبوه يرجع مسيحي تاني، بيسفروه امريكا، بيسفروه اي بلد بره، بيجوزوهم جوازات لرجال اعمال والناس اغنياء جدا، ويخلوهم يعيش البنت دي او الشاب ده يعيش حياته. واللي يبقى واللي عند واللي بيبقى مثلا يحاول يبقى مسلم، شوفوا بيعملوا فيه ايه، بيخطفوه ويحبسوه ويعذبوه ويحكموا عليه بالموت البطيء. طب ليه يعني، ليه هو ايه ذنبه ان هو يعيش بقيه حياته كده؟ اذا كانت واحده مثلا متزوجه تعيش بعيد عن ابنها او عن جوزها، اذا كانت واحده مش متزوجه تعيش بعيد عن اهلها، او اصلا ما تشوفش النور، ليه يعني؟ فين دينكم اللي انتوا بتقولوا عليه؟ ليه بتستخدموا دايما النظام اللي هو بنضرب من تحت الترابيزه من غير ما حد يشوفنا، نظام السحر ونظام الخطف ونظام الاساليب دي؟ لو عندكم كلمه، لو انتوا فعلا عندكم شجاعه، تطلعوا تقولوا اللي انتوا عايزينه، تطلعوا تواجهوا اي شيخ من اللي بيطلع يتكلم وتكلموه وتقنعوه بدينكم لو هو الصح. ليه انتوا بتعملوا كده؟ انا مش عارفه. يعني انا عايزاكم بس تتقوا الله، لان كل واحد بيعمل حاجه هتقعد له في حياته، هتقعد له في عياله، هيجي له اخره ويقف فيها قدام ربنا وقدام الناس كلها، ومش هيعرف ساعتها يرد. وعايزه اقول للمسلمين اللي هم مسلمين بالبطاقه ومسلمين بالاسم، عايزاهم يتقوا الله، وعايزاهم يعرفوا اليوم اللي هيبقوا فيه في قبرهم، وربنا يسالهم عن دينهم وعن اخرتهم، ومش هيعرفوا ساعتها يردوا، لان لو ردوا هيبقى رد كلام حافظينه، مش حاجه عملوا بيها في دنيتهم. وعايزاهم يتقوا الله، وعايزاهم يراعوا ربنا في فينا احنا كمسلمين جدد، الناس اللي تعاملنا على اننا وباء، بيخافوا يتعاملوا معانا. سواء مثلا اعرف حالات كتيره جدا للناس، بنات اعرفهم كانوا يعني اهالي الشباب اللي بيكلموهم رافضين ان هم يرتبطوا بيهم، خايفين على ابنهم من البنت دي. ليه يا البنت دي مثلا، مالها يعني، هتعمل لابنك ايه؟ ده انت يزيدك شرف انك ابنك يرتبط بواحده زي دي. الناس بتعاملنا بجد على اننا وباء، بيخافوا مننا، بيعاملونا على اننا ناس جايين من الشارع، متربيين في الشارع، مش طالعين من بيوت اهالينا، كنا مدللين جدا، كنا متدلعين بيوت. الحمد لله يعني معظم اللي اعرفهم حالات اهاليهم الماديه وكده كانت ميسوره جدا. بيعاملونا ليه على اننا ناس جايين من الشارع، او على اننا ناس مش متربيين او كده، او عشان احنا دلوقتي يمكن مش معانا لا اب ولا ام، ملناش حاكم او رابط في حياتنا، لكن في الاحسن من كل، ربنا هو اللي بيراعينا، وهو اللي بنستشيره في كل امورنا، وهو اللي عليه بنتوكل في كل شيء. حتى دار الايتام اللي عشت فيها سنه واكتر، مش عارفه، ما انا مش قادره اتكلم مع البنات ولا اقول لهم، لان هو محرج عليا اني ما اتكلمش. وفي نفس الوقت البنات فيهم، كان فيهم طالبات بتدرس، كان فيهم بنات ايتام، كان فيهم بنات انا ما اعرفش هم قاعدين اصلا ليه، يعني الله اعلم، انا مش عارفه. حتى فيهم كان فيهم بنت بتكلم واحد مسلم، اول ما عرفوا انها بتكلم واحد مسلم يعني كان رد فعلهم عنيف جدا، مع انها كانت مسيحيه، بس كانت بتكلم واحد مسلم، وكانت على فكره بتفكر انها تمشي وتبقى مسلمه وانها تتزوج منه. واول ما عرفوا حاجات زي كده كان رد فعلهم عليها عنيف جدا، منعوها، كان ليها ايه ابن يعني واخدينه منها وقاعدينه في بيت معرفش بيت مين، كانوا مانعينها انها تشوفه، ومانعينها ان هي حتى تطلق، يعملوها اجراءات التطليق من جوزها المسيحي.
كانوا يعني كانوا رامينها كده يعني، ولا هي عايشة ولا هي ميتة ولا هي عارفة تشوف حياتها ولا أي حاجة يعني. ده مثال أنا شفته. وفي واحدة أعرفها كانت مسيحية وأسلمت، وأنا علاقة بيها لحد دلوقتي وبكلمها، راحت الدير فينيانا اللي في البراري وشافت فعلا الأوضة اللي كانت فيها وفاء قسطنطين، وقالت يا راهبة، راهبة كانت بتكلم صاحبتي دي بس ما كانتش تعرف إنها مسيحية وأسلمت، هي كانت مفكراها جاية تقعد في الدير فترة استرخاء أو حاجة. فبتقول لها انت تعرفي يعني، هي سوري قالت لفظ يعني، قالت لها تعرفي الاوضه دي فيها الكلبه وفاء؟ قالت لها وفاء قسطنطين؟ قالت لها اه. قالت لها طب كون ان هي تقول عليها لفظ زي ده، ده معناه ان وفاء لسه لحد دلوقتي مقتنعه بالاسلام او عملت حاجه فعلا المسيحيين رافضينها. قالت لها ده دي اوضه وفاء قسطنطين وكده. قالت لها طب انا عايزه ادخل اقابلها وعايزه اشوفها. قالت لها ما حدش بيدخل لوفاء قسطنطين غير اولادها بس، او يعني حدش حتى من اهلها بيدخل، اولادها بس اللي بيدخلوا لها. وصاحبتي قالت ان شافت فعلا اوض للبنات اللي كانوا محتجزات هناك، وقالت ان العدد بيتراوح في الاوضه الواحده من 20 ل 25 بنت. وده فعلا العدد اللي انا شفته في البيت اللي بتاع الوصفيه اللي القسيس ده وداني ليه، والعدد ده برضو عرفته من بنات كانوا هناك راحوا وقعدوا في البيت ده. كل اللي بيعملوه ده ولا هيأثر فينا، انا عن نفسي واحده لو اعرف ان انا هخرج من بيتي علشان اتخطف او اتقتل، انا عندي احسن بكتير جدا من اني اعيش مسيحيه، على الاقل اموت شهيده يعني، اموت يعني فدا الله وفدا رسول الله، مش عايز حاجه اكتر من كده يعني. وكل اللي بيعملوه ده والله العظيم والله ما هيأثر فينا ولا هيهز مننا شعرايا يعني. كل اللي بيعملوه ده بيخلينا نكره اكتر المسيحيين، وبيخلينا اكتر نقرب من ربنا ونمسك في الاسلام بايدنا واسناننا. هما فاكرين ان احنا كده بنخاف، وان احنا كده هيجي لنا يوم ونشوف ان هم الاقوى واحنا اللي ضعفة. لا لا خالص، هما بيقولوا ان هم مضطهدين وان هم مش عارفين يبنوا كنايس، وان كل كنيسة بيبنوها يطلع لها جنبهم جامع، يجوا يشوفوا وقت صلاة الجمعة الناس بتبقى فرشة في الشارع على الرصيف عشان تصلي، وهم كل كنيسة عاملين فيها نادي رياضي وعاملين فيها حوش مش عارفه اللي يلعبوا فيها رياضه ايه، وعاملين فيها قاعات كمبيوتر وعاملين فيها قاعات افراح جوه الكنيسه الواحده. شوفوا كام كنيسه مساحتها قد ايه، ويجوا هم يشوفوا الناس يوم صلاه الجمعه بيبقوا فرشين في الشارع على الارض عشان يصلوا، مش لاقيين مساجد والمساجد مش مكفيانا. منين هم مضطهدين ومنين هم بيقولوا كده يعني؟ يا ريت بس يفكروا بس بعقلهم شويه ويقولوا كلام هم عارفين هم بيقولوا. شكرا لما اهديتني قلبا بذكرك يخشع، ثبته ربي بفضلك حتى يطير.